اروح لهنا ارقد على بطنك هيك ارقد 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 ايوه ايه اقدرتني ليه؟ عدنا لكم يا شباب باقوى فكره في القناه. نظن انه كلكم تحبوا تعملوا ستريم سنايب مثل ما يعملوا اليوتيوبر اللي راكم تشوفوا فيهم على التيك توك وعلى اليوتيوب، يعني تلقاهم نزلوا على ستريمر وقتلوه وهزوا هذيك اللقطه وحطوها في اليوتيوب. وانا بصراحه ما ننصحكمش تعملوها، ولكن بما انه في ناس كتير تحب تعمل هذا الشيء وقاعده تبعث لي على الخاص وتقول لي كيف نعمل ستريم سنايب كيف نعمل ستريم سنايب، اليوم انا جيت نوريكم كيف تعملوا ستريم سنايب. هي يعني الطريقه سهله مش صعبه نهائيا، طريقه سهله، اما يلزم لك تعمل اشياء نظن انكم ما تعرفوها، لهذا لازم عليكم تتبعوا الفيديو لاخر دقيقه، واللي ما هو حط لايك وحط لايك ضروري لهذا الفيديو لاني افيد فيكم، واللي ما هو مشترك يشترك في القناه. ليتس جو نبدا بالتجربه. مثل ما تشوفوا يا شباب نحن الان مع صديقي كازو، راهو من نفس كلاني ونظن انكم تعرفوه كلكم. كازو راك تسمعني؟ نسمعك عندي. صافي مريقله. مثل ما تشوفوا خوتي راح نعمل ستريم سنايب على كازو، او كازو يعمل عليا ستريم سنايب على اساس انا هو ستريمر وهو داخل ستريم سنايب. يعني انت كمشاهد في هذاك ستريمر راح تكون تشاهد في اللايف وتبدا معه، وضروري يكون عندكم نفس السكور. كازو واش عندك سكور في الرانك داس؟ عندي هيرويك، يعني نقدروا ندخلوا اقل من 5000 سكور يعني. ايوا شتو يا اخوان، يعني اذا عندك اقل من 5000 سكور في الرانك وهو يكون عنده لاش تمش هيرويك يقدر يدخل معاك عادي، اما اذا كان عنده فوق ال 5000 سكور لازم عليك تجيب 5000 سكور حتى تدخل، او لازم عليك تكون انت 5000 سكور، وضروري يكون معاك بي سي في السكواد اذا كان ستريمر بي سي. المهم كازو راه ندخلو ونجربو، يعني راه نديرو رانكد وندخلو، فهمتني؟ او فهمتك الصاد مريقلي. روح تحل سكواد وحدك وندخلو على بدان، دير رانكد. ايوا رانكد سولو سكواد، يعني حيدنا حيدك المطابقه التلقائيه، راك تفهم. ايوا نحي المطابقه التلقائيه ونبدا. شوف نحسب لك كازو ونبدا خوتي، يعني ستريمر مش راه يحسب لكم والله، يعني معاه يبدا ابداو معاه. هيا روح كازو. اي واحد زوج ثلاثة. أنا بديت. يعطيني 22، كم عاطينك أنت؟ أنا يعطيني 33 في الوقت. يعني دخلونا مع بعضنا. ناري ناري يا صاحبي ندخلوا سولو سكواد. شوف راه نلعبوا بواحد التاكتيك، مش راه نقتلك، أما أنتوا إذا داخلين تصوروا والله على شخص باينة باللي راح تقتلوه. أنا وياك كازو شوف ندخلوا نلعبوا ونفايتيو في الآخر أنا وأنت 1 في 1 هكا. أوكي يعني نصفيو الجميع اللاعبين. أيوا نقتلوا كل الأعداء اللي ضدنا ونفايتيو أنا وأنت. يلا ليتس جو. وينك كازو؟ أنت هو اللي راك تضرب بسلاح. ايه انا نضرب سلاح، انا عندي شوت جون. عندك سكار؟ ارواح ارواح نتلاقاو باش نبداو نبحثو على كيلات. والله لوتي لوتي باقلك؟ انا نوتيش. اجا راك ونجا واحد ناس ستريم سنايب، راه قتلني بعد. ويلي والله اخويا ما يستناكش، لا كي تنسى ستريم سنايب تستنى هذاك اللي كنت نازل عليه. ونستناش نروح له ديريكت، راه باين هذه. ايوا هذيك هي. هذا انت اللي ضرب سكار؟ بالاكا مش بالسكار. راه يجيني شغل صوت سكار. راك في برازيليا ياك؟ ايه في برازيليا. ايوا انا اي اجي 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 بلي نفايتيو وكازو نبدلو ما نزلوش بريتاغوري والله. نفايتيو مع اول سكواد اذا كانوا بوتات طيحوا ونكملوا عاد. بوت هاهو قام لاقي لاقي طاح. غير بوتات غير بوتات. اجي اجي اصلا الجيم هذا ملاقي عندي. هيا روح. هاي ناري يا خويا. جي 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 خرج خرج نايس. وخوتي هذه نصيحه انا ننصحكم انكم تمسحوا كل الخرائط اللي عندكم، تخليوا الا برمودا، لانه نص ستريمر تلقاهم يلعبوا الا برمودا على حساب ستريمر اللي راح تدخلوا عليه. اذا شفتوا هذاك ستريمر ما يدخل بريغاتوري وهاد الخرائط كلها فانزعوها مثل ما راكم تشوفوا، اعمل هيك واعمل ديليت، راح تبقى عندك الا برمودا. اخرج خرج اكازو نعاودو خرج. راني خرج. ايوا مسحت انت يا بريغاتوري مسح. اوكي مسحتها. صاي دير سولو سكواد ودير رانكد. سولو سكواد رانكد دي حاجه باينه. قول 1 2 3 ليتس جو. اي اي واحد زوج ثلاثة. عطاوك 21 وانا عطوني 23، يعني مع بعضنا. ايوا كازو راك معايا في نفس الجيم ياك بلا ما معايا في نفس الجيم. نزلت من اول بلاصه في الجسر. ايوا انزل 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 في الجسر. اي معانا عباد. انا عباد. شوف شوف كازو اذا معانا عباد خلينا نقتلوهم ومن بعد نفايتيو انا وانت، واللي فاز أيوة. منا يكمل الجيم. ايه راه واحد ما عملش نفس الشخصيه، فهمت كيف انا وياك؟ انا حداك تمام نزلت فوق منك. ايوا شتك شتك صاي. ايوا هذا واحد من اللي ضدنا راه هو اللي طاح طاح بقى واحد. صافي ناس اجا ينوضوا وقيله. اخويا ما تنوضوش.
انت هذه انا وحديك اصطاد شيء شويه ضربتك صاير ينزل معنا واحد تبلي اي واحد ينزل معنا كان ديك الشخصيه من غير بشار ازرق صار وحر وان فايتي ولوتي وروان فايتي ما عنديش سلاحات ملاك وناخذ سلاحات ايش عندك ما عندك سلاح اس ام جي خلاص كله خلاص اصطاد بلاص ما عنديش والو لوتي لوتي مزيان وراهم فايتيو راح نعمل فايت ضد الاسطوره فايت الاسطوره عنديش كاين والو صديقي ما كاين والو هاو اصي 80 كيل تاع باغي اسكاس انا يا لا لا هاو اصي 80 هذا ديت فايتي بيه هاي فايتي بصراحه ديت ديت دي كاين والو على بالك باغي اس ام جي و اصاحبي براسه مع فيل لون كاين والو ها واحد يلا طلعت لي راه باغي ريفايفي اروا اروا فايتي ومالا و صاي هيا صاي هيا سير الله هيا روح جيجي ضربتك هيد دمي ويا حتى انا ضربتك دوبل هيد درك راح نكمل الجيم وحدي هكا زعما نجيب بويا كازو باينه تفرج راني نتفرج فيك تجري عندي 2 كيلو وراح اجيب 20 كيل تقريبا شحال بقى 14 واحد بي سيات راه العذاب كيما بان الشركه هي اللي عملت لهم هكا فهمت لا خويا من الاول يرجعونا نلعبوا مع صحاب الهواتف على ملي بقاو يدردونا معاك اش راه دير شركه كارينا خايفه انه اصحاب البي سي واو قد غيبوت غيبوت اروح بلاير رام في البيك على بالك وكان البوت الصامد يضربك ضربات تموت ورات واخا تحط لي يقعد لك ورات لي على بالي على بالي نحاول مع دوك البوتات القوي ماما راه كاين بلاير نقرا في الاسماء ثاني نقرا الاسماء اصلا واحد كان ريفايفي لهنا خاصني نقتلو ماما البلاير من هنايا راح اعمل لهم العذاب يا صديقي هو قدامك اضرب جيجي راه قدامك اضرب شتا مخبي ورا الثلج شافتني واحد مخبي ورا الشجره ورا الشجره تما راه سرقتو كيل جيجي واحد وراك شتا حاب يغدرني يلا ارواح غدرني ارواح تعال اغدرني مثل ما كنت تغدر اقعدي هزتي دراغون على بالكم حكمتني هادي تعذبني ايه ودي باينه اخ كي تحكمك صحاب تروجور ما يمكنش ايه وراه الفايت كي تمشيش نحبس هكا خايف يغدروني ها شت قتلك اضرب في ضربه ناري على بالك تلخبطت واحد ورايا خفت يقتل لي هاد اللي ورايا طلت الثلج في الوسط دور نقتل هذا واحد وراك راه واحد وراك طالع لك في الروشيرش اييه طاح هذا والله اللي بعده وين راه هو اللي بعده واقيلا راه وراه الثلج واش طالع لي في الروشيرش كي طالع روح تبع قدامك قدم خايف يغدرني خويا فري فاير انا ختمتها وليت نخاف غير من الغدره قتلوه خاف والله ديك التغيمه ديال الغدر كي ندخل لوتي ولا شي حاجه تلقى روحي تغدر اي راه هنايا واه جايب السياره يسحب روحه ولا يعرف ريعه في اللوطو يا سكواد يا 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 اهرب انسحب شو هذا؟ واش هذا سكواد ولا كيف؟ هذا دخلوا لي بالطاكسي لداخل اخويا واش هي هذا؟ هذا اخويا راهم كانوا مرشيرشك عارفين انك ام بيس قالوا راح ندخلوا عليه ستريم سنايب. ويا هذا دخلوا عليه ستريم سنايب حقيقية. كازو طحنا مع بعضنا ياك. ويا طحنا مع بعضنا. خاوتي بعد عناء طويل ديب الوحيد خاوتي صعيبة لازم تبقى تحاول على الأقل واحد 6 محاولات ولا 7 لأنه يعني في ناس كثير تدخل ديب الوحيد وما يدخلوكش يعني صعيبة رانا قداش المحاولة بالك فوق 7 محاولات وحنا نلعبو باش دخلنا ويلي وينك اكاسو وينك خليني نشوف علي تبان لي بسكين تاعك على بالك دابا ايوا حتى انا تبان لي بسكين تاعك هيد يا صفرا اقعد جيج وليت برازيليا اخويا حاب الموف مركبان اييه راني انا اول جولة الموف مو عندي شوية معنكشة ما قدرتش نحط الثلجة برا تشوف اجي نوريك الموف مو اجي اوي هيا كاسو بيلي يا كاسو يا قدم لك شوي يا شور فيك ما مستحيل ووو ناري جي راه صعيبة تكون محصور في هذاك البنادم وتجيبو هيد كنت محصور فيا جبتني تا يا هيد نايس شرا تجيب في هذه الجولة؟ ايه يا خويا خذ يو ام بي وديجل ايزي صاي راني خديت خمام المحترفين ياك اي واحد محترف يخمم يزاد سلاحات باينة وينك؟ اني نضرب شتك ويلي كدرت لك كدرت لك لا لا لعب
اوكي اقعد جيجي هذا قايل لك مكتب لي وضربتني فول هيل اوه ما شفتكش انا كنت كنقول لك يعني انت مخبي وتضرب لا لا هذيك راه الخفه والرشاقه فهمت يعني قارينا عندها كنقول لك كونيكسيس ثقيله باش تبين لك لا خويا ماشي قارينا انت اللي عندك كونيكسيس ثقيله يا واحد الكلاوي جيجي جيجي عليك جيجي باش ناخذ مسلحات اصبر نشوف قبل كيفاش جات اللقطه طيحتني في السماء ايه باين انا ما عندي في السماء ناخذ اس كي اس لا لا دوك نقول لك اش تاخذ اصبر اصبر خد ماكت راحت كي اس خيار اس كي اس احسن خيار خيار للمشاريف دابلي بتنقذها تاعي يا شيري راني لعب لك بها ايوه والله لا جامني فيها شي 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 نايس كازو عندك ايم تعلم زيتين اه هل انت تستعمل الهاكر يا كلا لا يا صديقي ولكني مصنف من اللاعبين الذي وصلوا الى مستوى الهاكر ناري ناري عندي ايم ضايع بزاف على بالك تجيبني ايزي يا صديقي اوه تشو كازو وش تحرك يا اخوي وراح نجيبك كيما هاكا ويلي ويلي بابا خلي التنقيزة عند مالي يا كازو خلي هذيك التنقيزة ديالي يا صاحبي التنقيزة تاعي شوتغان علاش ما جبتش شوتغان في الاول ذلك ليست كانت متاحة في ذلك الوقت كانت ليست متاحة نايس ايه لعبنا بها اول جوج روندات كيف دخلنا تلاحظ شوف كيف راه اعمل لك شوف ويلي كي درت لك تخيل معايا داكشي ندير ابي لاباد وصل نايس يا خويا جيجي انت طلعت كثير محترف غادي نجوله بجوله نطولوا في الفيديو هيد ويلي راه داير هذيك الموف وينك يا ضرب ويلي كي درت لي بغيت ندير لك القفزه صح على صالح ضربتك واحد الهيد يا كازو درنا 4-4 ارواح نتيمو ناتك نتيمو نعملوا واحد اللقطه شوفها كيف بالك اول مره تعرف هذا السلاحه ارواح الوسط ارواح الوسط راني جاي الوسط اروح هنا شوف اروح لهنا ارقد على بطنك هيك ارقد ايوه لا قدرتني لا لا وي تكبر فيا عرفتها الخدعه عرفتها لا بالي الخدعه مره اخرى ما تنزل عليا المره جي عليك ومثل ما تشوفوا يا خاوتي نكونوا الان قد فدناكم يعني ونعتنا لكم كل شيء عن ستريم سنايب وكيف تعملوا ستريم سنايب وكان معكم ام دي اس تهلاو